الكرام، تتواصل انطلاقة أشواطنا في صباح هذا اليوم في سن اللقايا بشعارات أصحاب السمو الشيوخ على ظهور الأصايل واستمرارية أشواط هذا الصباح. تاسع أشواط هذا اليوم ينطلق ليحمل أبكار المحليات الأصايل، ومباشرة نسير إلى مقدمة الشوط لنتابع المركز الأول. وهذه مناعة تقود المشاركات لتحمل شعار هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، تليها شواهين في المركز الثاني من هجن العاصفة، وياتي الواثق حمد بن راشد بن غدير في التضمير، بينما المركز الثالث ثالث المراكز هناك من الجانب الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها علي بن راشد بن غدير اللي تأتي في المركز الثالث. نقلتنا على المركز الرابع، رابع المراكز هناك الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، مسري بن سالم بالعرطي يقدم الشاهينية على رابع المراكز، بينما المركز الخامس خامس المراكز تتواجد هنا مياس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيج بن سالم بالعرطي يقودها في التضمير، بينما المركز السادس ساد الشاهينية في المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن سالم اللي نيبي يقودها في التضمير، بينما المركز السابع في هذه اللحظات وصلت الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن راشد بن غدير يضمرها المركز الثامن، ثامن المراكز تدخلت في هذه اللحظات وتواجدت الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها مسري بن سالم بالعرطي، والمركز التاسع هناك من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، شواهين تأتي في تاسع المراكز. أما المركز العاشر تدخلت في هذه اللحظات ووصلت براقة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، خليفة بن سالم بالصقعة يضمرها. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى، للعشر المراكز الأولى في هذا المسار وهذا الانطلاق الجميل وهذا ميدان المرموم الذي يأتي بكل ما هو جديد في أول أيام انطلاقة هذا الموسم وهذا الاندفاع. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، وهناك السيطرة على المركز الأول والانطلاق الأول اللي مسيطرة. هذه مناعة، مناعة مشاهدينا الأعزاء تقود المشاركات، مناعة على مقدمة الشوط بشعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، يقود مناعة في التضمير، يقدم مناعة هذا الشوط على المركز الأول، بينما المركز الثاني الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، مسري بن سالم بالعرطي ياتي مع الشاهينية، يقول هناك الغزيلة تاتي في المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، مسري بن سالم بالعرطي يقودها كذلك في التضمير على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت في هذه اللحظة شواهين، شواهين من هجن الزعبيل وراشد بن محمد بن مروشد يقودها مضمرا على المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس تواجدت في شاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة علي بن راشد بن غدير، بينما هناك اللي هي شواهين من هجن العاصفة في المركز السابع وحمد بن راشد بن غدير يضمرها. أما المركز الثامن ثامن المراكز وصلت مياسة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيج بن سالم بالعرطي يضمرها. والمركز التاسع تاسع المراكز هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطياء الحامد يضمر هملولة مختار بن أحمد، بينما المركز العاشر هناك الشاهينية وصلت في المركز العاشر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن سالم الينيبي في تضميرها. هذه العشر المراكز الأولى، هذه العشر المراكز الأولى في مسار هذا الشوط وتحدياته في هذا الانطلاق 800 متر الأخيرة، ومناعة على مقدمة الشوط، مناعة على المركز الأول، مناعة تقود المشاركات من البداية بشعار هجن العاصفة في هذا الانطلاق وهذا الحضور والاستعداد في بداية هذا الموسم والانطلاق.
هناك المركز الثاني الشاهينية لاسم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي يضمرها، بينما وصلت في هذه اللحظة الشواهين من هجن زعبيل، من هجن زعبيل تأتي في المركز الثالث، وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد يقودها في التضمير. ولكن الله، يا سلام يا سلام، هناك نعود مع الشاهينية اللي غيرت الشاهينية إلى المركز الأول، إلى المركز الأول لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي يضمر الشاهينية، يقود الشاهينية على المركز الأول. ما شاء الله تبارك الله، هذه الشاهينية، تهانينا لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم على فوز الشاهينية بالمركز الأول، تهانينا مسري بن سالم بالعرطي، بينما وصلت شواهين في المركز الثاني من هجن زعبيل، ووصلت في المركز الثالث من هجن العاصفة، المركز الرابع الغزية لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الخامس هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد. هكذا كان مسار هذا الشوط، وكانت الشاهينية هي من حققت الناموس والفوز بعد هذه الانطلاقة وبعد الوصول إلى خط النهاية. التوقيت الزمني، هذه الشاهينية في 6 دقائق 12 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا مسري بن سالم بالعرطي، بينما وصول المركز الثاني من هجن زعبيل 6 دقائق 13 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا وتهانينا لمحمد بن سعيد بن مروشد، والمركز الثالث راشد بن محمد بن مروشد، المركز الثالث من هجن العاصفة 6 دقائق و15 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. تتواصل الانطلاقات والتحديات على أرضية هذا الميدان من خلال انطلاق شوطنا العاشر في بداية انطلاق سباقات الهجن العربية الأصيلة هنا في تحفة ميادين السباقات، بداية